تمام يا دكتور. آخر حاجة أخدناها في محاضرتنا اللي فاتت يا جماعة كانت Power Dissipation، وكنا عرفنا إن الباور ديسيبيشن بتتناسب مع إيه؟ مع الـ VCC تربيع، وكمان بتتناسب مع إيه؟ وكمان بتتناسب مع الفريكونسي. وبعد كده إحنا عرفنا الـ overall power dissipation بتتناسب مع الـ VCC تربيع في الفريكونسي بتاع الترانزيشن، وأخدنا عليها مسألة. الجزء الجديد اللي إحنا هنبدأ نشتغل فيه النهاردة هو مش جديد أوي، أنا قلت لكم ده اللي بقى لنا في الجزء الخليط اللي بين الالكترونيكس واللوجيك. تعالى بس نتكلم على ان لو عندي، لو حضرتك عايز تعمل ناند او اند ما بين تو انبوتس، ورحت جبت الاي سي بتاعك لقيت ان الناند او الاند بين اتنين انبوت بس، عايز تعملها ازاي يعني؟ يعني دلوقتي انت عايز تعمل مثلا اف يساوي ايه اند مع بي. طيب علشان تعمل الكلام ده انت عايز دلوقتي اند ليها كام انبوت يا جماعة؟ اتنين صح؟ ايه وبي. فرضا ان دي مش موجودة، اللي موجودة ليها ثلاثة انبوت، واحد اتنين تلاتة، تعرف تستخدمها عوضا عن الاتنين انبوت ولا لا؟ قال لك اه اعرف. هيبقى عندي حاجة اسمها unused inputs. الـ unused inputs دي هتقدر تتعامل معاها على حسب الدايرة. هي الدايرة دي دايرة AND صح؟ هسألك دلوقتي إيه الحاجة اللي لو عملت لها AND مع الـ X ما تأثرش في الـ X؟ هل الواحد ولا الصفر؟ واحد الواحد. يعني الـ X AND مع واحد بـ X، إنما X AND مع صفر بصفر، يعني دي كده غلط ما ينفعش تستخدمها. فتعمل ايه الحل الاولاني؟ انك تروح على انبوت من الانبوتس دي تحط عليها لوجيك 1. لوجيك 1 يعني ايه؟ يعني توصلها على مقاومة على في سي سي، على مصدر الجهد بتاعك. او حاجة تانية، يعني نقول حل تاني، انت عندك انبوت اكس، ايه رأيك لو انا عملت اكس اند مع اكس الناتج بكام؟ مش عارفين. طب خلاص عوض عن الاكس بقيمته، صفر اند مع صفر الناتج بكام؟ بزيرو. طب واحد اند مع واحد الناتج بكام؟ بواحد. معنى كده ان اكس اند مع اكس الناتج بكام يا جماعة؟ باكس، بالمثل يعني. فانت تعمل ايه الحل التاني؟ ان حضرتك تاخد الاند بتاعتك اهيت اللي ليها 3 انبوت 1 2 3، توصل الاثنين انبوتس على بعض بسلكه وتقول ده هعتبره انبوت وحيد، ادي الانبوت الاولاني اللي اسمه ايه، الانبوت الثاني اللي اسمه بي. يبقى اقدر اتصرف، اقدر اتصرف ان الان يوزد انبوت ممكن اعملها ازاي؟ اخد اثنين انبوت على بعض واعتبرها كانبوت وحيد، ما فيهاش مشكله. طب دي على ناند، ما يعني ما هي الناند عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن اند الاول وبعدين بعديها انفرتر. خلينا نعمل ميوت يا شباب، واللي عايز يسأل بس هو اللي يعمل ان ميوت. اوكي، حد عنده سؤال في الجزئية دي الأول؟ طيب جميل جدا. يبقى إذا دلوقتي احنا قلنا إن الحل الأولاني ده، أو الحل التاني بالنسبة للآند، إن أروح آخد إنبوت منهم اوصله على مقاومه على في سي سي عشان يبقى عليه لوجيك 1 وال1 ما ياثرش في الاوبريشن بتاع الان. اوكي، طب ايه اللي يحصل لو معايا اور مش اند؟ اعملها ازاي؟ اعملوا ميوت يا شباب. انا ممكن اعملها، انا ممكن اعمل ميوت اول. اوكي طيب، ايه اللي يحصل بقى يا شباب لو معايا اور؟ اعملها ازاي؟ الاور دي ليها 3 انبوت وانا عايز اقول اكس اور واي، الفانكشن بتاعتي اكس اور واي. طيب اعملها ازاي؟ قال لك بكل بساطه شوف ايه اللي ما بيأثرش في الاور. انت مبدئيا لو قلت اكس اور اكس هي هياها برضو اكس،
لو عايز تتأكد تعال نشوف. عوض عن الاكس بصفر، صفر أو صفر بصفر، مظبوط. عوض عن الاكس بواحد، واحد أو واحد برضو بواحد، مظبوط. يعني معنى كده إن الاكس أو اكس بإكس، يعني برضو ينطبق عليها الحل الأولاني، إن أنا أروح أوصل اتنين انبوت على بعض وأقول اللي هو ده انبوت واحد وخلاص، بحط له اكس هنا وواي هنا. أوكي ده ما فيهوش مشكلة. في حل تاني؟ في حل تاني، ان حضرتك تروح تقول ادي الاورا اهي ليها 3 انبوت 1 2 3. انا دلوقتي ايه الانبوت اللي ما ياثرش في القيمه اللي داخله على الاور؟ لو قلت اكس اور مع كام تطلع اكس زي ما هي. عايز اعرف القيمه دي هتبقى اور مع ايه. قال صفر لك لو حضرتك قلت اكس اور مع واحد هيبقى بواحد، يبقى بوظت قيمة الاكس. امال لو حضرتك قلت اكس اور مع صفر هيطلع الايه؟ الاكس زي ما هي، ويبقى حضرتك ما غيرتش في القيمة اللي انت عايز تشتغل عليها. يبقى اذا قال لك خد انبوت منهم وصله على الارضي، بس برضو مش هوصله على الارضي على طول، هوصله على مقاومة على الارضي. اوكي؟ ويبقى الانبوت الاولاني اكس والتاني واي. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت الفانكشن بتاعتي. اي نعم الدايره اللي كانت موجوده عندي ليها 3 انبوتس، انا عايز اشتغل على 2 انبوتس بس، مفيش مشكله. الحل الاولاني انك توصل 2 انبوت على بعض وتعتبرهم انبوت واحد. الحل الثاني انك تروح لانبوت منهم تحيده، يبقى محايد. لو اند توصله على في سي سي، لو اور توصله على ايه يا شباب؟ على الارض. اوكي مفهومة الجزئية دي يا شباب؟ طيب جميل جدا. المقاومة اللي بتوصل على الفي سي سي دي بسميها pull up resistor عشان بوصلها على الفي سي سي. لو أنا بتكلم على أور أو نور هوصل المقاومة على الأرضي وأسميها pull down resistor. يبقى المسميات، لو بتوصل على في سي سي المقاومة اسمها pull up resistor، لو بتوصل على الأرضي بسميها pull down resistor. اوكي اوكي طيب جميل جدا. ميوت يا شباب. طيب والبول اب والبول داون ريزيستورز يا شباب هتبقى مقاومة عادية خالص بالكيلو اوم، الرينج بتاعها رينج صغير من 1 ل 10 كيلو، اي حاجة بتقضي الغرض يعني. طيب اوكي تعال بقى نقول الجزئيات اللي كانت فاضله لنا. الجزئيه الاولى هي شميت تريجر جيت. انا ممكن يبقى عندي انفرتر او بافر او اند او اور او ناند او نور. تعال نقولها على الانفرتر مثلا. الانفرتر دي ممكن تلاقي عليها شكل زي كده، او انفرتر تانيه تلاقي عليها شكل زي كده. ايه الفرق ما بين الاولانيه دي وما بين التانيه دي؟ هتعرف حالا ان الاولانيه دي انفرتر بس بتشتغل بريجولار اكشن، التانيه دي انفرتر بس بتشتغل بشميت تريجر اكشن. اوكي تعال بقى نشوف الكلام ده ونعرف ايه الفرق بينهم. بنقول ان اللي بيشتغل بريجلر اكشن ده عبارة عن ايه؟ فاكرين يا شباب لما احنا قسمنا الرينج من 0 ل 5 فولت اللي هو الفي سي سي وقسمناه وقلنا التقسيمة الاولانية الطبيعية خالص، احنا قاسمينه من النص كده عند 2.5 مثلا، وقلنا من 0 ل 2.5 بعتبره ان الانبوت لو، لو من 2.5 ل 5 فولت بعتبره ان الانبوت هاي. قال لك التقسيمه دي يا شباب بالظبط هي التقسيمه اللي بتشتغل في الوضع الريجولر. امال ده احنا عملنا تقسيمه تانية يا دكتور بعد كده وقلنا ان التقسيمه دي هي الاحسن، وبالتالي هي دي التقسيمه اللي بنشتغل عليها في الشميت تريجر. بقسم ل 3 رينجز،
الرينج اللي تحت ده بعتبر ان الانبوت بتاعي لو، اللي فوق بعتبر ان الانبوت بتاعي هاي، اللي في النص بعتبره ايه يا شباب؟ undefined. قال لك دي التقسيمه اللي بنشتغل عليها في الشميت ريجل. فاحنا بنعتبر ايه؟ بنعتبر ان الرينج بتاعي متقسم لثلاث مناطق، المنطقه اللي تحت الانبوت بتاعي فيها لو، واللي فوق الانبوت بتاعي فيها هاي، واللي في النص، اللي في النص دي انا ما ينفعش اقول ان انا مش هشتغل عليها. امال ينفع اقول ايه؟ ينفع اقول ان انا لو انا دخلت في المنطقه اللي في النص، اللي هي الجاب اللي موجوده على الرسمه بتاعتك هنا، من 2.1 من 10 ل 2.9 من 10 فور اكزامبل، سمينا الثريشولد اللي تحت في تي ماينس، وسمينا الثريشولد اللي فوق في تي بلس، بعتبر ان انا لو دخلت في الرينج ده ان الانبوت بتاعي ما اتغيرش. اوكي، يعني لو انا هتكلم على انفرتر يا شباب، هو الانفرتر ده الترو ستيبل بيشتغل ازاي؟ لو داخل له لو بيطلع هاي، لو داخل له هاي بيطلع له. تعال نشوف الرسمه بتاعتي ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت زي ما سيادتكم شايفين كده. لو انا بتكلم على ان انا موجود في الجزئيه دي، يبقى الانبوت ايه يا شباب؟ لحد 2.1 من 10 لو، اصبح دلوقتي الاوتبوت المناظر له هاي، اهو هاي 5 فولت هاي. حلو الكلام. طيب تعالى نشوف حاجه تانية دلوقتي. لو هبص على الرينج بتاع الانبوت في الفتره دي من 2.9 من 10 ل 5، فالانبوت بتاعي ايه يا شباب دلوقتي؟ هاي، في الرينج من 2.9 من 10 ل 5، في الرينج اللي فوق. اصبح الانفرتر لما بيخش له انبوت هاي لازم يطلع اوتبوت ايه يا شباب؟ لو، وبالتالي الاوتبوت بتاعي بقى هنا اهو، بقى لو زي ما سيادتك شايف. الفتره اللي في النص دي بقى يا دكتور احنا مش عارفينها. بقول لحضرتك ايه رايك؟ الفتره اللي في النص دي بعتبر ان القيمه بتاع الانبوت زي القيمه بتاعت الانبوت اللي قبلها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا جاي من الطريق ده، الانبوت كان ايه؟ كان لو. لو دخلت الفتره اللي في النص والانبوت اللي قبله كان لو، بعتبره برضو لو. علشان كده طلع لي هو دلوقتي اعتبر ان الانبوت لو، وطلع لي اوتبوت ايه يا شباب؟ هاي، اصل دي انفرتر. اوكي، طيب لو انا جاي من الطريق الثاني مثلا، تعال ناخد لون مخالف. لو انا جاي من الطريق الثاني اللي هو ده، وكان الانبوت محسوس ان هو هاي، وهتشوف الكلام ده دلوقتي على مثال حالا، ودخلت في الجاب اللي في النص دي، اعتبر ان الانبوت ايه؟ زي اللي قبلها بالظبط، هاي. علشان كده يا شباب لما الانبوت هاي الاوتبوت يبقى لو، فعرفني ان الاوتبوت دلوقتي هيبقى ايه؟ هيبقى لو. فبنقول ان انا دلوقتي الرمز بتاعها زي ما حضرتك شايف اهو، هو ده نفس الرمز اللي هنا، ان في جاب في النص انا ما بشتغلش عليها. الجاب ده القيمه بتاعت الانبوت، ما بحسش ان الانبوت بتاعها اتغير، بحتفظ بقيمه الانبوت اللي قبل، وده اللي هنشوفه مع بعض حالا. اوكي، طيب تعال ناخد مثال. بنقول دلوقتي المثال ده دلوقتي عباره عن ايه؟ مثلا انا معايا انفرتر، معايا الرسمة اللي فوق دي، ده شكل الانبوت سيجنال. عايز ارسم الاوتبوت في حالتين، في حالة ان انا معايا ريجولار انفرتر، وفي حالة ان انا معايا شميت تريجر انفرتر. حلو الكلام. بس هدي لك الريجولار انفرتر، انت عارف انها بتقارن بقيمة واحدة، هدي لك القيمه اللي الريجولار انفرتر بتقارن بيها، ثريشولد واحد اللي هو 2.5، وتعالى ندرسه، وبعد كده ندرس الشميت تريج. قبل ما اشتغل على الرسمه بتاعتي لازم اعرف الترو ستيبل بتاع الدايره اللي انا شغال عليها دي. لو معايا انبوت ومعايا اوتبوت، الانبوت لو لو
يطلع هاي، لو الانبوت هاي يطلع له. ده مين يا شباب؟ دي الانفرتر يا شباب بتاعتنا. اوكي، نعرف الاول بتشتغل ازاي، وبعدين هروح ابص على الانبوت اللي هو ده واعرف فين المنطقة اللو وفين المنطقة الهاي. علشان اعرف فين المنطقة اللو والمنطقة الهاي، تعال اجيب لون احمر ونشوف. قال لك في المثال بتاعي انا عندي ريجولار انفرتر الثريشولد بتاعها باتنين ونص، بتقارن هي بقيمة اتنين ونص اللي تحتيها لو اللي فوقها هاي. تعال نطبق الكلام ده يا شباب على الرسمة بتاعتي. قيمة اتنين ونص اهي على الرسمة في الفترة دي كلها، بعتبر ان الانبوت لو، طلعت فوق سنة صغيرة بقيت هاي سنة صغيرة، وبعدين بعديها نزلت بقيت لو، وبعدين هنا بقيت هاي، وبعدين تحت كده بقيت لو، وبعدين فوق بقيت هاي شوية، وبعدين تحت. لو تلاحظوا في فايبريشن حوالين الثري شولد، وده هيبين لنا حاجة كده دلوقتي. والمنطقة دي كلها لحد هنا القيمة بتاعتها هاي، وهنا نزلت سنة صغيرة لو ما بين النقطة دي والنقطة دي، وبعدين هنا طلعت هاي، وبعدين لو هاي and so on. اوكي يا شباب، فبقول دلوقتي او اخر قيمة ليا لو. تعال بقى، انا حددت القيم بتاع الانبوت لو هاي، صح ولا لا؟ قال لك اه. خد القيمة الاولانية واجري كده شوية، روح ارسم بقى. لو الانبوت لو وروح على التروث تيبل، الاوتبوت يبقى هاي. فرسمت ان الاوتبوت بتاعي كان هاي وفضل هاي في الفترة دي كلها. وبعدين يا شباب قال لك بعد شوية يا دكتور هنا الانبوت بقى هاي. تعال اجيب لون مخالف عشان يبان قدامكم، مثلا ازرق. هنا يا دكتور الانبوت بقى هاي، المفروض الاوتبوت يبقى، عشان ده انفرتر لو، فالمفروض هبدا افرغ واخد وقتي وافرغ لحد ما ابقى لو. بس للاسف الفترة اللي فيها الانبوت هاي كانت صغيرة زي ما حضرتك شايف كده، ما كفتش ان الدايرة تفرغ لحد ما توصل للارضي، لحد ما توصل لقيمة صفر. لا، ده فرغت سنة صغيرة، وبعدين قال لك الانبوت بتاعي اتغير بقى له، اشحن يا دكتور تاني. فاشحن علشان خاطر لما الانبوت له الاوتبوت يبقى هاي، فنبدأ نشحن لحد ما نوصل للفي سي سي. فرضا ان الفترة كانت كبيرة شوية فشحنت ووصلت للفي سي سي، طب اوكي. وبعدين هنا الحته دي كانت هاي، فالمفروض ابدا افرغ، فانا محتاج زمن اطول شويه عشان افرغ. الزمن ما كفانيش، فرغ على قد ما الزمن يكفيك. وبعدين الانبوت بقى هاي اهو، فالمفروض دلوقتي اعمل ايه؟ هنا في المثال الحته اللي انا لسه قايلها يا شباب، الفتره دي اللي فيها الانبوت هاي والمفروض الاوتبوت يبقى لو كانت كبيره شويه نوعا ما، فقدر يفرغ لحد قيمه اللو اهي ويثبت بقيه الفتره. وبعدين الانبوت هنا بقى لو، المفروض ابدا اشحن على حسب بقى الفتره هتكفيني ولا لا، زي ما سيادتك عايز. هقول لك تعملها ازاي دلوقتي. فاشحن واثبت شويه، هنا بقى هاي، المفروض افرغ عشان الاوتبوت يبقى لو، انزل لحد ما افرغ، ولو الفتره كفت اثبت على اللو. هنا الانبوت لو، المفروض اشحن، شحنت لحد ما وصلت الفي سي مثلا. وبعدين هنا الفتره دي كلها يا شباب الانبوت بتاعي هاي، فالمفروض الاوتبوت بتاعي يبقى لو. رحت انا جاي مفرغ وبقيت لو عشان الفتره كبيره قوي وثبت عليها. وبعد كده بالمثل عملت الكلام هنا، لو الانبوت لو هشحن عشان اوصل لفي سي سي، لو الانبوت هاي هفرغ عشان اوصل للارضي، ان سو اون، لحد ما طلع عندي الشكل ده. لو تلاحظوا يا شباب دلوقتي انا عندي مشكله في الشكل الاوتبوت ده. الاوتبوت ده لو انا واخده على انبوت لسيجنال بعد كده هيزعلني قوي. في سي سي ارضي، في سي سي ارضي، في سي سي ارضي، هيبوظ الدايره اللي بعدها. ليه بقى حصل الكلام ده؟
هقول لحضرتك ليه حصل الكلام ده. علشان خاطر يا شباب لو تلاحظ انا كنت بقارن بقيمة ايه؟ ثريشولد واحد اتنين ونص. لو تلاحظوا بقى دلوقتي حصل فايبريشن للسيجنال حوالين الثريشولد، فالسيجنال كل شوية الدايرة عمالة تحس ان السيجنال بتتغير، شوية لو شوية هاي، شوية لو شوية هاي، شوية لو شوية هاي. فاللي حصل ايه؟ ان الاوتبوت عمال اشحن فرغ اشحن فرغ، فباظ الشكل بتاعه، بقى فيه ديستورشن فظيع زي ما حضرتك شايف كده. والديستورشن ده حاجة مش حلوة بالنسبة لي في اللوجيك. طيب يا دكتور، اعرف منين ان الفترة دي هتكفيني ان انا اشحن كامل ولا افرغ كامل؟ لا حضرتك ممكن تختارها بمزاجك، بس عندي قاعدة. قاعدة ايه؟ ان انا لو اخدت مثلا زمن ثانيتين مثلا في التفريغ او 2 مللي سكند في التفريغ، اخد وقت ازيد في الشحن، علشان طبعا الدايرة بتشحن في زمن اطول من الزمن اللي بتاخده عشان تفرغ فيه. اوكي، فانت تعملها بس كده، تعمل ان زمن الشحن ازيد من زمن التفريغ، واختارها زي ما سيادتك عايز. بس لو اخدت ان انا الدايره دي بتفرغ بالاسلوب ده، يبقى على طول تبدا تفرغ بنفس الاسلوب بعد كده. مميزات يا شباب، لو هتشحن بالاسلوب ده يبقى على طول برضه هتشحن بنفس الاسلوب بعد كده. اوكي، ده القاعده بتاعتي بس اللي انا بركز عليها في الشحن والتفريغ، انما الزمن لا، على حسب الدايره بقى، على حسب الار سي بتاعتي كانت عامله ازاي. وما دام انا مش مديها لك هنا، يبقى سعادتك مش مطالب انك ترسمها اكزاكت يعني. خلصنا الشميت الريجولار انفرتر، حد عنده سؤال فيها الاول قبل ما اخش على الشميت تريجر؟ طيب اوكي، تعال نخش على الشميت تريجر. الشميت تريجر دي زي ما حضراتكم عرفتوا من شويه، انا بقارن بايه؟ بقيمتين، بفي تي ماينس وفي تي بلس. من صفر الفي تي ماينس بعتبر ان الانبوت لو، من في تي بلس لفي سي سي بعتبر ان الانبوت هاي. طب لو انا دخلت في الفتره اللي في النص، في الجاب اللي في النص دي، هاي ستريسز جاب دي، معنى كده ان انا الانبوت بتاعي يظل محتفظ بالقيمه السابقه له وخلاص. المنطقه دي بيقول عليها منطقه عدم الاحساس، يعني انا ما بحسش ان في حاجه تغيرت عن القيمه اللي قبلي، فانا بفضل الانبوت محتفظ بالقيمه اللي قبل. التو فاليوز دول دلوقتي انا مديها لك في السؤال، الثريشولد اللي تحت ب 2 فولت والثريشولد اللي فوق ب 3 فولت اهو، او 2.1 من 10 على حسب المثال بتاعي، وهنا 2.9 من 10 تو بي اكزاكت يعني. ف 2.1 من 10 اهو و2.9 من 10 اهو. اوكي يا شباب، رسمنا الخط بتاعهم، وبعدين تعال بقى نشتغل. نشتغل نقول ايه؟ نبص على الانبوت ونشوف الانبوت امتى لو، طول ما انا تحت هنا لو، وبعدين دخلت في الجاب افضل محتفظ بالقيمه اللي قبل اللي هي مين؟ اللي هي لو. طول ما انا جوه الجاب هنا 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 لحد ما اخرج، افضل محتفظ ان القيمه بتاعتي كانت ايه يا شباب؟ كانت لو. يعني دي كلها القيمه بتاعتي ايه يا شباب؟ الانبوت حاسس ان هو لو. خرج سنه صغيره هنا اهو بقى هاي، وبعدين بعد ما خرج هجيب لون مخالف. خرج سنه صغيره بقى هاي، وبعدين بعد ما خرج دخل جوه الجاب، فيفضل انه محتفظ بالقيمه السابقه اللي قبله اللي هي الهاي، وخرج تاني لقى نفسه هاي تاني، وبعدين دخل يحتفظ بالقيمه السابقه اللي هي الهاي، وبعدين هنا خرج فوق خالص هاي 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 هاي، لحد ما يدخل تاني هنا، يدخل جوه الجاب يدن معتقد برضو ان القيمه ما زالت هاي ما زالت هاي ما زالت هاي ما زالت هاي ما زالت هاي، لحد ما يخرج هنا. يبقى هنا انا حاسس ان الانبوت ايه يا شباب؟ هاي، لحد ما خرج. خرج جوه الجاب دلوقتي وحس ان الانبوت بقى ايه يا شباب دلوقتي؟ بقى لو لو لو. اصبح دلوقتي لو تلاحظ الدايره مش حاسه ان في تغيرات شديده حصلت زي الدايره اللي قبلها، فاروح اقول له خلاص في الفتره دي الانبوت كان لو، وانا دايره اسمي انفرتر، يعني بنفي الانبوت، لو داخل لي لو اطلع ايه يا شباب؟
هاي، فرسم هاي وثبتها، وكانت الفترة كبيرة قدر يثبت والدنيا تمام. دي القيمة الانيشال بتاعته. بعديها ايه اللي حصل؟ قال لك بعديها هنا هو حاسس ان الانبوت هاي، وانا كانفرتر بنفي الانبوت بدل ما هو هاي يبقى لو. فالفترة زي ما ستك شايف كانت كبيرة اهو، فرغت وثبت خالص على اللو. وبعدين هنا قال لك خلاص الانبوت بتاعي دلوقتي اتغير تاني بقى لو، وانا انفرتر المفروض انفيه واطلع هاي، فاروح اشحن والفترة تكفي واثبت على قيمة الهاي. فدلوقتي انا شايف اوتبوت لدايرة ريجولر انفرتر واوتبوت لدايرة شميت تريجر انفرتر. هي في الاول وفي الاخر انفرتر يا شباب، بس الكونسبت اللي بتشتغل بيه الدايرة الاولى الكونسبت بتاع الريجولر ايه؟ الريجولر اكشن يعني. الكونسبت الثانية بتاع الشميت تريجر اكشن. انهي احسن بالنسبة لكم دلوقتي؟ الاولانية ولا الثانية؟ ثانية طب الثانية عملت ايه الثانية دي؟ شالت كل الديستورشن اللي كان فيه مشاكل، كل الديستورشن ده والنويز ده اتشال، وبقى الجزء بتاعي ايه؟ سموث زي ما حضرتك شايف كده، يا هاي على طول يا لو على طول. وبقى السيجنال دي لو هتاخدها تشتغل عليها تطلع بيها اوتبوت او تديها لدايره اخرى بعد ذلك ما تعملش اي مشاكل عند حضرتك. فقال لك انا عندي الشميت تريجر ده له ميزه مهمه قوي بنقول عليها في اللوجيك، سميت تريجر جيت هاز ا بيتر اميونيتي تو نويز. يعني ايه؟ زي ما حضرتك شايف هو لما انا بتمرجح كده حوالين الثري شولد بيتقال على ده ايه؟ بيتقال على ده نويزي سيجنال، ده شويه نويز عايز اشيل تاثير النويز. حضرتك بدل ما تشتغل على دايره ريجولر انفرتر اشتغل على دايره ايه؟ شميت تريجر، وظبط ان النويز بتاعتك تبقى موجوده جوه الجاب. اي حاجه موجوده جوه الجاب ملهاش احساس خالص، ملهاش تاثير، وخلاص تلاحظ ان الشكل بتاعك شال تاثير النويز وبقى سموث زي ما حضرتك شايف كده. ممكن الكونسبت ده يتطبق على كل الدوائر، ممكن اطبقه على البفر. البفر ده الفرق هنا هيبقى ايه؟ بعد ما بحدد المناطق اللي فيها الانبوت لو هاي بروح على التروث تيبل واعرف البفر لو داخل له لو يطلع له زي ما هو، لو داخل له هاي يطلع هاي زي ما هو. ده البفر. ممكن اطبقه على مين؟ على ناند مثلا، بس في المره دي مش هدي لك انبوت واحد، لا ده انا هدي لك اتنين انبوت. تحدد الانبوت الاولاني امتى لو هاي والانبوت الثاني امتى لو هاي، وتروح تقول له انا لو 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 على ناند اطلع هاي، لو لو هاي على ناند اطلع هاي. طيب لو هاي ولو على ناند اطلع هاي. طيب لو هاي وهاي على ناند اطلع لو. يبقى الدوائر ممكن تختلف مفيش مشكلة، بس نفس الكونسبت واحد. اوكي يا شباب، حد عنده سؤال يا شباب؟ لا دكتور، خلاص في الاند انا يعني بشوف الاوتبوت ايه وعكسه صح؟ في الناند في ده اخر جزئية خالص، مثلا لو لو المفروض هنا تطلع لو فبروح هنا يعني مطلعها هاي. انا هنا بقول لك ممكن ادي لك تو سيجنالز، انبوت اولاني زي ده وانبوت تاني كمان تحتيه كده مثلا اهو، وتقارن هنا وتعرف مين المناطق اللو والهاي، وتقارن هنا وتعرف مين المناطق اللو والهاي. وبعدين تروح تشوف بقى في المنطقة اللي فيها الانبوت لو ولو طلع اوتبوت هاي يا عم 5 فولت، في المنطقة اللي فيها الانبوت بتاعها هاي وهاي مثلا طلع اوتبوت لو يا باشا، وهكذا. بدل ما يبقى عشان انا عارف ان الانفرتر هنا كان ليها انبوت واحد، او هي على طول ليها انبوت واحد عشان كده اديت لك انبوت وحيد هنا. لو هدي لك وهسألك على دايره ليها تو انبوتس يبقى هدي لك ايه؟ هدي لك تو سيجنالز، سيجنال للانبوت الاولاني وسيجنال للانبوت الثاني، بس بكل بساطه. اوكي يا باشمهندس؟ خلاص يا دكتور. ممكن اجيب لكم مسألة في التوتوريال اللي انا هسجله لكم على الناند.
مثلا او على النور او على الاند، مش فارقه يعني. حد عنده اي سؤال دلوقتي يا شباب قبل ما انقل؟ طيب اوكي، تعال نشوف الجزئيه اللي بعدها. الجزئيه اللي بعدها اسمها 3 ستيت اوت. ايه راي حضرتك في اي دايره من الدوائر اللي انت شغال عليها؟ مثلا انفرتر. مثلا الانفرتر دي بتشتغل ازاي؟ لما بيجي لها اكس بتطلع اوتبوت اللي هو عباره عن اكس كومبلمنت اكس داش. على طول على طول، لو دخلها صفر تطلع واحد، لو دخلها واحد تطلع صفر، وبعدين الدايره دي ما بتريحش، على طول شغاله ما بتريحش. قال لك انا بقى لو عايز ادخل كونسبت بتاعي جديد، ان الدايره بتاعتي يبقى ليها حاجه اسمها انيبل. الدايره دي تشتغل صح على حسب التروث تيبل لو انيبلد. مثلا لو الانيبل قيمته بواحد اشتغل، طب لو الانيبل قيمته بصفر، قال لك في الحاله دي الدايره دي ما تشتغلش خالص. ما تشتغلش يعني ايه؟ يعني هيبقى مكافئ هنا جوه اكن في سويتش جوه. لو الانيبل جه بقيمه انا عايزها بحيث الدايره تشتغل، السويتش ده يوصل فالانبوت يوصل على الاوتبوت بالطريقه اللي حضرتك عارف ان الدايره بتشتغل بيها، اللي هي بتنفي يعني. انما لو الانيبل ده مش عاجبني القيمه بتاعته، يعني قيمته بصفر مثلا، في الحاله دي هتلاحظ ان الانبوت اتفصل عن الاوتبوت. اصبح الاوتبوت دلوقتي شايف ايه يا شباب؟ شايف مقاومه كبيره، شايف اوتبوت كده جديد اسمه هاي امبيدنس. يبقى انا فصلت الاوتبوت دلوقتي عن ايه؟ هاي زد اختصار لهاي امبيدنس، فصلت الاوتبوت عن الانبوت، وهو ده الكونسبت اللي هشتغل بيه. يعني ايه؟ يعني هيبقى معايا انبوت هيتحكم في الدايره نفسها اذا كانت تشتغل او ما تشتغلش، اللي هو الانيبل. ويبقى عندي نوعين من الدوائر، دايره اسمها اكتف هاي، اكتف هاي. اكتف هاي معناها ايه؟ لما الانيبل بواحد الدايره دي تشتغل عادي خالص، لو الانيبل بصفر الدايره دي تفصل. تفصل يعني ايه؟ يعني الاوتبوت بتاعها تشوف هاي امبيدنس. او هيبقى عندي حاجه اسمها اكتف لو. اكتف لو معناها ايه يا شباب؟ معناها لما الانيبل بواحد افصل، وبالتالي الاوتبوت بتاعي ايه؟ هاي امبيدنس. انما لو الانيبل بصفر هوصل عادي خالص واشتغل على حسب التروث تيبل بتاعي، لو داخل لي مثلا صفر يطلع واحد، لو داخل لي واحد يطلع صفر، علشان مثلا انا دلوقتي بشرح لك على ان الدايره دي انفرتر. اوكي يا شباب، فاصبح دلوقتي عندي رمزين، الانفرتر اهي. اميز ازاي رمز الاكتف هاي عن الاكتف لو يا دكتور؟ اقول لك بكل بساطه، سهله جدا. اكتف هاي تلاقي الانيبل جاي وداخل على طول، الاكتف لو تلاقي الانيبل وهو جاي، الانيبل اهو جاي داخل على اوف الاول. ماشي يا شباب؟ يعني ده الانيبل اهو كده، اعرف من هنا ان في انفرتر، يعني اكتف لو. نفس الكونسبت بتاع البي شانل يا شباب، فاكرين البي شانل ترانزستور؟ لما كنت بحط له اوف كده في الاول كان برضو اكتف لو، ده نفس الكونسبت بتاعه. ولو الانيبل داخل على طول هتلاقي نفس الكونسبت برضو اللي انا شرحته لكم قبل كده بتاع الان شانل ترانزستور، ان هو اكتف هاي. حلو الكلام؟ طب لو عندي اند اكتف هاي، ارسم الاند عادي خالص اهو، وحط لها انيبل من فوق. طب لو عندي اند اكتف لو، ارسم الاند عادي خالص، والانيبل وهو جاي يدخل على او. اوكي يا شباب، يبقى اهي اكتف لو. حد عنده مشكله في الكونسبت نفسه الاول قبل ما اقول التركيب الداخلي؟ طيب جميل جدا.
تعال نشوف التركيب الداخلي. بقول دلوقتي انا معايا انفرتر، عايز الانفرتر ده احولها لاكتيف هاي 3 ستيت انفرتر. هي اسمها 3 ستيت او تراي ستيت لوجيك. 3 يعني 3، تراي برضه يعني 3، يعني 3 ستيت او تراي ستيت معناها ان الستيت الاولانيه في الاول بيبقى ممكن يبقى لو، ممكن يبقى هاي او هاي امبيدنس. ماشي يا شباب؟ عشان كده التسميه جت من هنا. فاكرين دايره الانفرتر كانت عامله ازاي؟ كانت هي دي دايره الانفرتر، وكنت بوصل التو امز دول على بعض واقول الانفرتر بتاعتي اهي. حلو الكلام. انا عايز اعمل ايه بقى؟ قال لك حضرتك عايز تعمل ايه؟ عايز تحط حاجه قبل دايره الانفرتر، والدايره دي هنعرف نصممها ازاي حالا. عايز تحط حاجه قبل دايره الانفرتر بحيث تحولها من انفرتر عاديه للثري ستيت انفرتر. الله، احط ايه يعني؟ ما انا مش عارف. تعال نقول ان الجزئيه دي كلها بالنسبه لي مجهوله، ما اعرفهاش. وتعال نشتغل يا شباب ونقول، هو دلوقتي لما هيبقى عندي الانفرتر ليها انبوت اسمه ايه، وهحولها لثري ستيت، يعني هيبقى معايا انبوت كمان يتحكم في العمليه اسمها انيبل. يبقى هيبقى عندي كام انبوت يا شباب؟ اكشولي اتنين. لو عملت التروس تيبل لاتنين انبوت اهو قدامك، هيبقى عندي كام حاله؟ اربع حالات، لو ولو، لو هاي، هاي ولو، هاي وهاي. حلو الكلام. وانا عاوز اعرف الاوتبوت بتاعي ايه بالظبط. سيبك بقى من اللي في النص ده، لسه ما اعرفوش. عايز اعرف الاوتبوت بتاعي ايه بالظبط. هقول لحضرتك ماشي سهله، هجيب لون مخالف واشرح. ايه راي حضرتك؟ انا ممكن اقسم التيبل ده نصين، صح؟ لو انا حاطط الانيبل على الشمال خالص هنا، هتلاقي النص اللي فوق في قيمه الانيبل بلو، والنص اللي تحت في قيمه الانيبل بايه؟ بهاي. هسأل حضرتك سؤال، انت عايز تبقى اكتف ايه؟ ها، مين يقول دلوقتي؟ الشكل ده اكتف هاي ولا اكتف لو انيبل؟ مين اكتف يقول؟ هاي ده اكتف هاي، اكتف هاي علشان خاطر الانيبل داخل على السيمبل على طول بدون حرف الاو. اكتف هاي. اكتف هاي يعني ايه؟ يعني هنا يبقى اون، صح؟ لما يبقى قيمته بهاي ابقى اون. ابقى اون يعني ايه؟ اون يعني تشتغل عادي خالص. تشتغل عادي خالص يعني ايه؟ يعني اخد الاي ده انفيه، اطلعه اي داش، اصل انا بتكلم على انفرتر. او لو انا بتكلم على بفر زي المثال بتاعي دلوقتي، هاخد الاي اطلعه زي ما هو. ايه ده يا دكتور؟ بفر؟ هو انا هشتغل بنفس البيزك سيل بتاعت البفر والانفرتر زي بعض؟ اقول لك اه سهله. مش احنا كنا قايلين القاعده العامه بتاعتنا يا شباب، سواء بفر او انفرتر مش فارقه معايا بقى دلوقتي. القاعده العامه بتاعتنا ان انا على طول في فوق هنا بي تشانل وتحت ان تشانل، وواحده بي وواحده ان اهي. فده البيزك سيل اللي انا بشتغل عليها، اللي انا باخدها واعمل بيها اي 3 ستيت اوت، اي واحد بعمله كده. بس ده بشرط ان يبقى له انبوت واحد. انما لو له اتنين انبوت زي الناند او النور، بحط فوق اتنين ترانزستور واتنين ترانزستور، واعرف مين توالي ومين توازي. وهندرس الكلام ده في السكشن، هعمل لك مساله او اتنين في السكشن عليه. اوكي يا شباب؟ تعال بس نشوف احنا دلوقتي الدايره بتاعتي بفر ولا انفرتر. تعال نشرحها على انها بفر، وبعدين اقول لك لو هتبقى انفرتر هتعمل ايه وهتغير في ايه. بفر يعني ايه يا شباب؟ يعني هاخد الايه اطلعه زي ما هو، زي ما حضرتك شايف كده. الاي هنا بكام؟ في المنطقه اللي فيها اون لو، هطلعه زي ما هو لو. هاي، هطلعه زي ما هو هاي. حلو الكلام. وتعالى ناخدها بالراجع. لو انا رحت سميت الترانزستور اللي فوق ده Q1،
والترانزستور اللي تحت ده Q2. وهقول لحضرتك هنا مثلا، لو الاوتبوت بتاعك بلو، معنى كده ايه يا شباب؟ الاوتبوت بتاعي بلو، مين يقول لي ان مين اون ومين اوف؟ لو الاوتبوت بتاعي بلو، ان انا عايز اوصل على الارضي، يعني الكيو 2 تبقى اوف. يعني اللي هنا دي هي اللي هتبقى اون، واللي فوق هتبقى اوف. التسمية للأسف اختلفت مني دلوقتي، المفروض هنا اللي يبقى اون الكيو 1 فهسمي ده Q1، واللي هيبقى اوف هيبقى الكيو 2. حلو الكلام؟ طيب، فبقول دلوقتي الكيو 1 اللي هو اللي تحت هيبقى اون، والكيو 2 هيبقى اوف. واسألك سؤال، يا Q1 انت نوعك ايه؟ ان تشانل ان تشانل يا Q1 انت نوعك بفر ايه؟ بفر لا، زي ما الباشمهندس بيقول ان تشانل، علشان تبقى اون. هو الانبوت بتاعك هنا انا مسميه ايه؟ مسميه دي، صح؟ علشان الان تشانل ده يبقى اون، احط له قيمه ايه؟ هاي، واروح على Q2. لا، عشان حضرتك تبقى اوف. هو انت نوعك ايه؟ اللي فوق بي تشانل واللي تحت ان تشانل، صح؟ يا Q2 حضرتك اوف، صح؟ علشان تبقى اوف لازم احط لك ايه؟ انت نوعك بي تشانل هاي. فانا خلصت الجدول ده كله على بعض، وسيبك من الجزئيه بتاع البي، البي ده مش فارق معايا خالص. البي ده المفروض نفي الانيبل، نفي الانيبل هنا انا ماليش دعوه بيه. انا سيبك ان انا كل الجزئيه دي كلها انا ما اعرفهاش، عايز اعرفها هعلمك تعرفها ازاي دلوقتي حالا. طيب يا شباب، نعم، تعال نشوف الجزئيه دي. لما الاوتبوت بهاي هجيب له مخالف. لو الاوتبوت بهاي معنى كده ان انا عايز اوصل على ايه؟ على الفي سي سي. ان اللي فوق اون، ده اللي يبقى اون دلوقتي، واللي تحت ده اللي هيبقى اوف. اللي فوق هيبقى اون، صح؟ اللي هو اسمه ايه؟ اسمه كيو 2. واللي تحت هيبقى اوف، اسمه ايه؟ اسمه كيو 1. يا كيو 1 هو انت نوعك ايه؟ ان تشانل. والانبوت بتاعك اسمه ايه؟ اسمه دي. علشان يبقى اوف ادخل لك ايه؟ ادخل لك لو. يا كيو 2 انت اللي فوق نوعك ايه؟ بي تشانل. انت عشان تبقى اون الانبوت بتاعك اسمه سي، ادخل لك ايه عشان تبقى اون؟ قال لك دخل لي لو. لو يبقى انا عرفت القيم دي كلها، عرفتها عندي. حلو الكلام؟ تعالى نعمل الجزء اللي فوق، وبعدين اقول لك ازاي تعرف الدوائر اللي جوه اللي انا شاطب عليها دي. تعال، احنا قلنا هنقسم برضو جزئين، الجزء اللي تحت ده احنا خلصناه. الجزء اللي فوق حضرتك اكتف هاي مش اكتف لو، يعني هنا المفروض الدايره بتاعتي تفصل. تفصل يعني ايه؟ يعني الاوتبوت بتاعي يبقى مفصول عن الفي سي سي، وكمان مفصول عن الارضي، يبقى واصل له هاي امبيدنس، صح ولا لا؟ في الحالتين، في الحالتين بغض النظر عن الانبوت، بغض النظر عن الانبوت، انا فصلت الدايره خلاص. وبالتالي في الاربع، في الحالتين دول القيم بتاع Q1 وQ2 الاثنين ايه؟ اوف. لو انا قلت Q1 اللي هو اللي تحت ده زي ما قلنا من شويه، وQ2 اللي فوق ده، Q1 نوعيته ايه؟ ان تشانل، صح؟ وQ2 نوعيته ايه؟ بي تشانل. الانبوت بتاع Q1 اسمه ايه؟ اسمه دي، هو ده. علشان تبقى اوف يا Q1 ادخل لك ايه؟ هاي ولا لو؟ عشان يبقى اوف هو ان تشانل يا شباب ادخله ايه؟ لو لو، مظبوط. أز... والبي تشانل عشان تبقى اوف الانبوت بتاعك اسمه سي، ادخل لك ايه؟ هاي. سيبك من الجزئيه دي. يبقى احنا عرفنا الجدول ده ازاي بنعمله، صح ولا لا؟ صح. طب اعرف الدوائر دي ازاي يا دكتور؟ اقول لك حالا بكل بساطه، اروح انا دلوقتي عندي
عايز اجيب الدايرة دي، وهناخدها بإذن الله بداية من المحاضرة الجاية. الدايرة دي ليها 2 انبوت enable و A، وليها 2 اوتبوت C و D، صح ولا لا؟ اعرف دلوقتي يعني الانبوت اهو، عشان كده عمال اقول لك احذف ده ملوش لازمة، والاوتبوت اهو. يبقى عندي التروث تيبل ده اللي انا كونته دلوقتي من الديزاين. اعرف السي عبارة عن ايه بدلالة الانبوت. السي ده انتوا عارفينها يا شباب، هاي 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 لو، عكس مين؟ اكسلنت اكسلنت. الاند كانت بتبقى ايه يا شباب؟ انا عايزكم تركزوا، انتوا بتقولوا كلام مش مظبوط. ها انتوا بتقولوا عكس الاند عشان موجودة على الشكل، صح؟ طيب لا، ده انتوا بتقولوا كلام مظبوط، انا بتكلم على اللي تحت. الاند صفر 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 واحد، ده عبارة عن واحد 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 صفر، يبقى السي عكس الاند ما بين الاتنين انبوت انيبل اند مع الاي الكل داش. عرفنا الدايرة الاولانية، حلو الكلام. طب الدايرة التانية لو 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 هاي. لو رحت قريت المعادلة البوليان بتاعة الاوتبوت دي as a function of enable و A، هتلاقيها بالظبط عبارة عن اور ما بين ال A و ال enable داش الكل داش، او هتلاقيها عبارة عن A داش and مع enable. تعال نقراها، احنا هعلمك تقراها ازاي بسنة صغيرة دلوقتي بدري، وبعدين اقولها لك ان ديتيلز المرة الجاية. انا دلوقتي عندي معادلة رياضية، المعادلة الرياضية دي نوعها ايه؟ بوليان، يا يبقى قيمتها بصفر يا يبقى قيمتها بايه يا شباب؟ بواحد. يا تقرا امتى هي بواحد، هتطلع معادلة بس ليها طريقة للقراية، يا تقرا امتى هي بصفر، اعملوا ميوت يا شباب، وتطلع معادلة. يبقى سيادتك عرفت، لو عرفت امتى بواحد يبقى غير كده هي بصفر، لو عرفت امتى بصفر يبقى غير كده هي بواحد. فاللعبة بتاعتي دلوقتي في البوليان او في الباينري سيستم ان انا اقرا الاوتبوت امتى بهاي وامتى بلو. ابقوا اعملوا يا شباب ميوت يا شباب، ماشي، علشان خاطر التسجيل ده لو احطه على اليوتيوب عايزين نعرف مين الكلب اللي بيهوهو ده. طيب فبقول دلوقتي انا عايز اعرف ده بلو لو هاي لو، انهي اسهل لي، اقرا امتى بهاي ولا امتى بلو؟ لو هقرا امتى الاوتبوت ده بلو، هقرا ثلاث قيم، ادي القيمه، ادي الثانيه، ادي الثالثه. انما لو هقرا امتى هو بهاي، هقرا قيمه واحده بس، فهقراها امتى هو بهاي، دي يساوي. ما دام هتقرا امتى هو بهاي، بقراها على دايره اند وهتعرفها قدام، بقراها على هيئه مين تيرم. هو الانبوت بتاعي مين؟ ده، صح؟ تمام صح. وبعدين قال لك دلوقتي القيمه الهاي في الانبوت، بقرا الانبوت بتاعها عادي خالص، يعني هقراه ازاي؟ ده بهاي اقرا انيبل عادي خالص. لو القيمة كانت لو في الانبوت، بقرا الانبوت بتاعه بس داش، عشان انا يهمني ان هو يبقى هاي. يبقى دلوقتي اتقرت ايه يا شباب؟ انيبل اي داش، يعني ممكن تتعمل هنا اند ما بين انيبل واي داش، بس هي مش كده يا دكتور. اقول لك، اما انا عارف، لو تلاحظوا المحاضرة اللي فاتت انا قدمت لكم حاجة بسيطة وقلت لكم في طريقة، افرض رحت السوق او رحت عند بتاع الاي سي هات وقلت له هات لي اند يا عم، قال لك مفيش، في اور، تعرف تعمل اللي انت عايزه باستخدام اور؟ اقول لك اه تعرف. في عندي برضو طريقه هقدمها لك المره الجايه اسمها دي مورجان، لو انا نفيت مرتين يبقى انا عملت حاجه، لو نفيت حاجه مرتين يبقى انا غيرت في قيمته. لا لا، النفي اثبات. قال لك لو حاجه منفيه عايز توزعها على اللي تحته بتتنفي ازاي؟ هاخد نفي واحد بس اوزعه، يبقى هيتبقى عندي نفي اوفر اول. هاخد النفي ده اوزعه، فاقول له
ان انا هوزع ازاي يا عم؟ ان الانيبل ياخد نصيبه يبقى اسمه انيبل داش، والاي تاخد نصيبها، بس الاي كان عليها نفي، يبقى الاي لما يتحط عليها نفيين بقى نفي. النفي ايه يا شباب؟ اثبات. هناخده المره الجايه ان ديتيلز يا شباب. وقال لك وانت بتنفي العمليه اللي هنا كمان دي تتقلب، لو كانت عمليه اند تبقى اور، لو كانت عمليه اور تبقى ايه يا شباب؟ تبقى اند. يبقى هتبقى كده، يبقى ده عباره عن دايره ايه؟ مين يقول لي بقى دلوقتي؟ اور منفيه يعني نور اهي ما بين تو انبوتس ايه اهو، وانبوت تاني انيبل داش، الانيبل وهو جاي اتنفى ودخل لي اهو. يبقى انا دلوقتي كان اسهل ما عليا ان انا اقول لك يا فندم نعم جيفن الدايره دي. بعدين كده اتفضل. بعدين كده تقولها تاني، بس الحتة الأخيرة حاضر اللي هي هقول بعد لك تاني، الاثنين. هقولها لك تاني، بس خليني بس اكمل اللي انا بقوله دلوقتي. بقول لك كان اسهل ما عليا لان اقول لك ايه؟ اقول لك عارفين يا شباب التراي ستيت بافر اللي له انبوت اسمه ايه؟ وانيبل بيتحكم فيه، واوتبوت اهو وهو شغال اكتف هاي. هتقول لي اه، اقول لك ده التركيب الداخلي بتاعه احفظه، بس انا مش هحفظ حاجه. احنا اتعلمنا مع بعض ان كل حاجه بنستنتجها بنفسنا. واقول لك تعالى بقى نشوف الجدول اللي بيوصف لي طريقه شغله. لو قلت ان ده Q1 وده Q2، تيجي نعمل اناليسز. على فكره يا شباب اللي انا علمته لكم من شويه ده اسمه ديزاين، يعني المفروض الاستيب الاولانيه انك تاخد اناليسز، تاخد دايره كده محفوظه وتعرف تشتغل ازاي، وبعدين تعمل ديزاين بعد كده تعمل الريفرس انجينيرنج بتاعها. انا علمتكم الديزاين على طول. فاقول لك انا عندي تو انبوتس اهم، ما تيجي نطبق لما الانبوت بلو ولو. اقول لك حاضر، لو ولو يجوا هنا مع بعض، لو اند يطلع لو، يتنفي يطلع هاي، يبقى السي بقى هاي تمام. واللو ده بتاع الانيبل لما يجي يخش على الانفرتر يطلع لي عند البي هاي اهي. هاي مع لو على اور يطلع هاي، يتنفي يطلع لو، يبقى ادي الدي لو. اروح اقول لك اللي فوق ده بي تشانل، لو داخل له هاي يبقى اون ولا اوف؟ هتقول لي اوف. اقول لك حاضر صح. اللي تحت ده ان تشانل، داخل له لو يبقى اون ولا اوف؟ هتقول لي اوف. اقول لك الاوتبوت دلوقتي مفصول عن الفي سي سي وكمان مفصول عن الارضي، الاوتبوت يبقى ايه؟ تقول لي هاي امبيد. تعال نطبق الكلام ده على الانبوت اللي تحت مثلا. اقول لك حاضر، مثلا بلون مخالف، اقول لك الانبوت ده هاي وده هاي، يعني هطبق على الرو ده. البي هتبقى نافيها الاول لو، ماشي. ده يبقى داخله لو هاي على اور يطلع هاي، يتنفي يبقى لو. ده يخش له هاي وهاي اللي فوق الاند اللي فوق يطلع هاي، يتنفي يبقى لو. اقول لك اللي فوق ده اهو، ده طلع لي اهو لو لو. اللي فوق ده اسمه Q2 وده Q1. اللي فوق ده بيت شانل، داخله ايه؟ داخله لو، يبقى اون ولا اوف؟ تقول لي يبقى اون. اقول لك صح. الترانزستور اللي تحت ده نوع ان تشانل، داخله لو يبقى اون ولا اوف؟ تقول لي هيبقى اوف. اقول لك صح. اقول لك يعني دلوقتي الاوتبوت واصل على في سي سي بشورت سيركت او اون يعني، وعلى الارضي مفصول، يبقى هو شايف قيمه 5 فولت اللي هو شايف ايه؟ هاي. اقول لك تمام. ونكون الجدول ده واحده واحده. اللي احنا عملناه مش كده بقى، اللي احنا عملناه اعتبرنا ان الجزء ده كله مجهول بالنسبه لي، وهعمل له ديزاين دلوقتي حالا. ورحت عرفت من طريقه الشغل انا اكتف هاي ولا اكتف لو. اكتف هاي يعني قلت له لما الانيبل بهاي هشتغل. هشتغل يعني ايه؟ ده بفر، بفر يعني يطلع الانبوت زي ما هو، لو كان لو طلع لو، لو كان هاي طلع هاي. طب هنا اوف، اوف يعني ايه؟ ودي اسهل حاجه في الديزاين. اوف يعني الاوتبوت هاي امبيدنس،
يعني كل الترانزستورات اوف، وتروح تشوف كل ترانزستور اوف احط له ايه. ده كان نوعه الكيو 1 ده يا شباب، كان هنا تحت. الكيو 1 كان تحت ولا فوق يا شباب؟ الكيو 1 اهو كان تحت، والكيو 2 كان فوق. الكيو 1 الانبوت بتاعه اسمه ايه؟ انا اديته اسم دي، ثواني. الكيو 1 ده انا اديته اسم دي عشان اقول له اوف، يبقى لازم هو نوعه ان تشانل يخش له لو. الكيو 2 الانبوت بتاعه سي، هو بي تشانل، عشان يبقى اوف لازم يخش له هاي. يبقى انا خلصت الجزئيه دي كلها، واروح على الجزئيه اللي تحت. الجزئيه اللي تحت دي اخدها 1 باي 1 علشان اطلع له، يبقى لازم اوصل على الارضي وافصل عن الفي سي سي. وعشان اوصل على الارضي يبقى لازم الدي تبقى عليها قيمه تخلي لي الكيو 1 يبقى اون. الكيو 1 ده ان تشانل اللي يبقى عليها هاي. وعشان افصل عن الفي سي سي يبقى لازم السي عليها قيمه تخلي لي البي تشانل اللي فوق اوف، عليها هاي برضه. ونعمل نفس الكلام هنا تحت. وبعد ما نعمل الكلام ده نقول له خلاص بقى انا معايا كل حاجه جاهزه، انت بقى دلوقتي اقدر اقرا الجدول بتاعك ده، اقدر اقرا الانبوت ده، اقدر اقراه بكل بساطه. السي عرفت اقراها على طول، السي والدي بدلاله الانيبل والاي، وسيبك من البي ده ما عادش له لازمه. ده كده كان اثناء الاناليسز بس، هو له لازمه فقط في الاناليسز. قلت له ده هاي 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 لو، يبقى عكس الانيبل عكس الاند، يبقى هي عباره عن دايره ناند ما بين انيبل وايه، ورسمت الشكل اللي فوق. اللي تحت ده لو لو هاي هاي، ممكن اقراها اقرا الهاي ده امتى هاي؟ اقول له يعني دي يساوي ايه؟ هتقول لي اقرا الانبوت على دايره اند كمان ترم وهتعرفوها قدام. واي حاجه هاي تتقري زي ما هي، اي حاجه لو تتقري منفيه. في الرو ده يا باشمهندس اللي كان بيسال، الانيبل كان هاي يتقري انيبل زي ما هو، والاي كان تحتها لو فتتقري اي داش. ممكن حضرتك تروح ترسم دي هنا على طول خالص وتريح دماغك، بس هو كان عايز يرسمها بدلاله الناند والنور، فانا عايز اجيب شكل مكافئ للاند دي. فقلت له ايه رايك ننفيها مرتين وناخد النفي اللي تحت ده نوزعه على الاجزاء اللي تحتيه. اقول له سهله، يعني الدي يكافئ ايه؟ يكافئ النفي اللي فوق ده لسه موجود. وانا بقسم النفي قاعده اسمها قاعده دي مورجان، هناخدها باذن الله المحاضره الجايه. ده هياخد نصيبه وده هياخد نصيبه، وانا بقسم هتلاقي ان العمليه نفسها بتتقلب. يبقى في عندي انيبل داش، والعمليه تتقلب لاور. لو كانت اور تتقلب لاند، والاي هي اساسا كان عليها نفيها وتاخد نصيبها، يبقى عليها نفيين، نفي النفي اثبات. ممكن حضرتك تمسحها اساسا، نفي النفي اثبات، واصبح دلوقتي النفي اللي انا لسه ماسحه الكبير ده بس هنزله تحت. اصبح الدايره دي هي اور منفيه، يعني نور زي ما حضرتك شايف كده، ما بين داخلين اي، واهو الدخل اي اهو، وانيبل داش، عشان كده عملت انفرتر هنا وقلت له ده الانيبل، كان فيه بقى معايا انيبل داش. وصلت يا باشمهندس؟ تمام كده. طيب المسائل اللي على دي ممكن تيجي ايه؟ اجي اقول لك ايه؟ هو اللي قدامك ده اكتف هاي ولا اكتف لو؟ ده اكتف هاي بافر. اجي اقول لك اعمل لي اكتف لو بافر. اعمل لي التركيب الداخلي بتاعه. هتلاقي نفس البيزك سيل دي موجوده زي ما هي، بس الاختلاف بيبقى في الدايره اللي قبلها، وهنعمل عليها اكسرسايزز في الشيت. اقول لك اعمل لي بقى، بلاش بافر، اعمل لي انفرتر اكتف هاي، اعمل لي انفرتر اكتف لو. اقول لك بلاش بافر وانفرتر، اعمل لي ناند ليها اتنين انبوت وتبقى اكتف هاي.
في الحالة دي البفر والإنفرتر يا شباب هيبقى ليهم نفس البيزك سيل ده. الناند بقى لا، ده ليها اتنين انبوت. هروح ارسم التركيب الداخلي بتاع الناند الاول اللي انتوا اخدتوها المحاضرة اللي قبل اللي فاتت، واخد البيزك سيل بتاعتها، واخلي كل ترانزستور بتاعي قبليه سلك، واقول هصمم انا دايره قبلها تدخل لها انيبل مع التو انبوتس بتوع الناند، وهعرف لك التركيب الداخلي بتاع ده ايه اللي يخليها لي اكتف هاي تراي ستيت ناند او اكتف لو تراي ستيت ناند اند سو اون. وهناخد عليها برضو مثال في الاكسرسايزز بتاعتنا. انا بس دلوقتي عايز منكم اللي عنده اي سؤال في الجزء اللي اتشرح بتاع الثري ستيت بافر ده يسالني قبل ما جو اون للسلايد اللي بعد كده. طيب تمام كده. هنا انا بشرح لك ايه ممكن يبقى اون ويبقى اوف. هنا كده الاثنين اوف، يعني شايف هاي امبيدنس. لو واحد اون اللي فوق اون واللي تحت اوف يبقى شايف هاي، لو اللي تحت اون واللي فوق اوف يبقى شايف لو اند سو اون. وده شكلها اللي هو السيمبل بتاعها. اخر حاجه هنشرحها في الجزئيه بتاع الالكترونكس دي حاجه اسمها اوبن درين جيت. اوبن درين دي عباره عن ايه؟ هقول لك تعالى، مفيش اسهل منها يا هندسه. نعم. الدايره بتاعتك الانبوت بتاعها ما فيهوش مشكله، الاوتبوت بتاعك يا يبقى لو يا يبقى ايه هاي، تقول لي اه، اقول لك دي دايره عاديه خالص. امال ايه الاوبن درين دي؟ قال لك الاوبن درين بقى يا شباب هي دايره بتطلع لو بس. قال لك اه. امال تطلع هاي امتى؟ قال لك لا، ما بتطلعش هاي، بتطلع مكانها هاي امبيدنس بس فقط لا غير. يعني ايه مش فاهم يا دكتور؟ اقول لك بكل سهوله سهله. الدايره اللي قدامك دي هي دايره ايه؟ هي دايره الاوبن درين ناند. معقوله؟ اقول لك اه. كنا بنعملها ازاي يا شباب؟ كنا بنقول داخل لها 0 1 0 1 صفرين واحدين. هي كدايرة بتطلع اوتبوت اف، انا ناند بطلع واحد 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 صفر. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول هي ليها داخلين، ليها اوتبوت واحد، ادي في سي سي، ادي ارضي، وعايز اصمم اللي جوه. كنا بنقول على طول الترانزستورز اللي فوق بي تشانل واللي تحت ان تشانل. كام بي وكام ان؟ اقول لك على حسب الانبوتس. انا عندي الانبوت الاولاني اسمه ايه والانبوت الثاني اسمه بي، هيبقى عندي 2 ترانزستور فوق و2 ترانزستور تحت. طيب وبعدين يعني مين التوازي ومين التوالي؟ اقول لك الاوتبوت اللي بيتكرر كتير هو ده اللي ناحيته التوازي، يبقى ادي توازي هنا فوق والتوالي تحت. اه ده كده الناند العاديه اللي كانت بتطلع هاي ولو. انا دلوقتي بقول لك عايز اطلع لو بس. لو بس يعني ارسم الاثنين ان تشانل اللي تحت، مفيش مشكله فيهم. ادي ان تشانل اولانيه، ادي ان تشانل ثانيه. امال انا مش عايز اطلع هاي خالص، الهاي ده ما طلعوش خالص. ما دام مش هطلعه خالص انا اساسا يعني مش هطلع له. انا كان المفروض في الاوبريشن العاديه ان انا اوصل على الفي سي. يعني ايه اوصل على الفي سي؟ هتلاقي ان هو اساسا مفصول عن الارضي ويروح يوصل على الفي سي. انا هقول لك لا، انا كمان مش هوصل على الفي سي. يبقى هيبقى الشكل الجديد بقى مفصول من على الارض ومفصول من على الفي سي. يبقى الاوتبوت بتاعه ايه يا شباب؟ هاي ولا هاي امبيدنس؟ قال لك هاي امبيدنس. كل الحالات اللي كان بيطلع فيها هاي يطلع هاي امبيدنس، وبالتالي لا داعي من اني ارسم الجزء اللي فوق. ايه ده؟ هو ايه لازمتها؟ قال لك لازمتها دلوقتي انك وفرت توفير جميل خالص. بدل ما كنت بتعمل ناند باربعه ترانزستور، اثنين فوق بي تشانل واثنين تحت ان تشانل، لا ده انت هتعمل ناند
باتنين ترانزستور بس اللي هم اللي تحت ال N channel بس، ما فيهوش بي channel خالص، اي بي channel ما فيهوش، ما فيهوش بي channel. يبقى ده انت وفرت ولا لا؟ تقول لي اه وفرت، بس صبرا يا دكتور، حضرتك بتهرج دلوقتي، حضرتك بتقول اي كلام. ليه؟ اصل الناند القديمه كانت بتطلع هاي 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 لو. حضرتك بتقول لي دلوقتي ان سيادتك الناند دي ناند بس بتطلع هاي امبيدنس هاي امبيدنس هاي امبيدنس لو. الاثنين ما بيشتغلوش زي بعض. اقول لك اه صح، انا عارف، بس ايه راي حضرتك لو انا جيت من بره بره كده حطيت مقاومه على الفي سي سي، ايه اللي هيحصل؟ ركزوا معايا يا شباب في الجزئيه دي، هوصل على الدايره من بره بره بول اب ريزيستور. واقول لك دلوقتي تعال نشوف، انا لو كنت بطلع لو يعني ايه؟ لو يعني انا واصل على الارض، هتلاحظ ان الارض ده يمشي 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 لحد ما يطلع في الاوت، صح؟ يعني بعد ما حطيت مقاومه على في سي سي، اللو اللي كان طالع في الاوبن درين وصل زي ما هو لو في الخارج. حلو الكلام. طب ايه راي حضرتك لما كان بيطلع هاي امبيدنس دي كان معناها ايه؟ ركزوا معايا بقى في الحته دي، كان معناها ايه يا شباب ان هو بيطلع هاي امبيدنس؟ كان معناها ان الجزئيه دي كلها اوف، الاثنين ترانزستور دول اوف. اوف يعني ايه؟ يعني اوبن سيركت، يعني ده كله مش موجود. الاوتبوت بتاعي دلوقتي الزد عليه كام فولت يا شباب لو الفي سي سي ب 5 فولت؟ ومين يقول في حاله ان اللي تحت اوف، مين يقول لي ان الخارج اللي طالع على الزد كام فولت؟ المفروض 5 برضه. اسمك ايه بقى؟ محمد عماد. محمد ايه؟ عماد. محمد عماد، فكرني في اخر المحاضره ليك درجتين. 5 فولت. شكرا. ليه بقى؟ اصل اللي تحت دي اوبن سيركت، صح؟ يعني الفي سي سي مش واصل على الارضي، يعني دايره كهربائيه مفتوحه، يعني التيار اللي بيمر هنا قيمته بكام؟ بصفر. يبقى حصل فولتج دروب على المقاومه؟ لا، يعني الخمسة فولت دول وصلوا زي ما هم هنا على الزد، ولما يوصل لي 5 فولت بعتبر ان الاوتبوت ايه يا شباب؟ هاي. يبقى دلوقتي انت حضرتك عايز تعمل ناند عاديه، قلت لك انا هعمل ناند اوبن درين، وشكل الاوبن درين عشان اميزه عن الناند العاديه يا شباب بيبقى على الاولى عندها كده علامه نوتش اللي هي اللي قدامك دي، اوميجا كده بس واصله على بعضها، ماشي؟ النوتش دي بتفهمني ان نوع الدايره دي اوبن درين. اوبن درين يعني ايه؟ يعني الترانزستورات اللي تحت موجوده ال N channel، اللي فوق مش موجوده خالص، وبالتالي انا بطلع لو بس، والهاي انا بطلعه هاي امبيدنس. واحد يقول لي الهاي امبيدنس ده انا مش عايز اشتغل عليه، انا عايز اشتغل على لو هاي، يقول لك سهله ما توجعش دماغك، تعالى على الاوتبوت حط مقاومه على في سي سي، حط بول اب ريزيستور، وبص على الاوتبوت بعدها، هتلاحظ ان الشكل ده كله هيكافئ بالظبط الناند القديمه. يبقى بدل ما حضرتك كنت هنا تستخدم 4 ترانزستور، هنا هتشتغل على 2 ترانزستور ومقاومه ببلاش ملهاش لازمه، تعمل نفس الاوبريشن بتاعت مين؟ بتاعت الناند العاديه. حلو الكلام يا شباب؟ يبقى انا وفرت ولا لا؟ وفرت. وكمان دي اسرع كمان في العمل عن الناند العاديه، بس مش هخش لك في موضوع السرعه دي دلوقتي عشان ما توجعش دماغك يعني. يبقى اذا الاوبن درين ناند اهي. طب مين يقول لي الاوبن درين نور تبقى عامله ازاي؟ ها يا شباب، الاوبن درين نور، عايز ادي حد تاني درجات، اوبن درين نور تبقى عامله ازاي؟ في سي سي اوصل البيت شانل، اعمل 2 بيت شانل يعني،
توالي بيتشال. وبعد كده يا راجل ركز شويه في اللي انا بقوله، الاوبن درين ده ما فيهوش بيت شانل خالص خالص يا راجل، علشان البيت شانل موجود فوق وده اللي بيوصلني على الفي سي. انا اساسا مش عاوز اطلع قيمه الفي سي دي اللي هي الهاي، فبفصل الجزء اللي فوق خالص، اي جزء فوق بمسحه. يبقى توازي يا دكتور. توازي يا دكتور. اسمك ايه؟ مصطفى مجدي. مصطفى مجدي. ليك درجتين، هيبقى توازي يا دكتور. ده الانبوت الاولاني ايه وده الانبوت التاني بي، وهو متاخد هنا. ده الاوبن درين نور اللي هو شكلها كده، نور ليها اتنين انبوت وهي اوبن درين، فهحط عليها نوتش. هو كان فوق المفروض ارسم بيت شانل توالي، بس انا اساسا كده كده هحذفها، فارسمها ليه؟ ملهاش لازمه. حلو الكلام يا شباب؟ وفكروني يا شباب بس باسمائكم في الاخر. المفروض برضو كنت انا اعمل لك ايه، ادي لك الرسمه دي الاول واقول لك تعالى نعمل اناليسز، لو حطينا لو ولو ايه اللي يحصل؟ هتقول لي ده اوف واللي تحت كمان اوف، وهو كان مفصول عن الفي سي سي، يعني مفصول عن الفي سي سي وكمان مفصول على الارض، يبقى عليه هاي امبيدنس اللي هو اوبن، يعني هاي امبيدنس هاي زد. ونفس الكلام لو هاي وهاي ولو، واقول لك تعالى نطبق مثلا هاي هاي، تقول لي هاي هاي يعني ده اللي يبقى اون، والكيو اللي تحت كمان يبقى اون، يعني وصل على الارض يعني طلع له. اقول لك ده شبه ايه؟ تقول لي ده يا دكتور شبه الناند، بس للاسف انا عايز الهاي امبيدنس ده يبقى هاي. اقول لك ده اسمه اوبن درين ناند، بس انما احنا عملناها بديزاين. احنا انا على طول بعلمكم ديزاين وخلاص يا شباب، الديزاين اسهل مش اسهل، علشان تبقى عارف الاوبريشن شغاله ازاي. ولما اجيب اوبن درين ناند واوصل عليها مقاومه على في سي سي بول اب ريزيستور، يعني تشتغل اكنها ناند عاديه خالص. دي نهايه الجزء بتاعنا ده. المفروض كنت انا محضر لكم ان احنا نشتغل على جزئيه بتاعت التمثيل الباينري والاوكتال والهكساديسيمال والعشري والتحويل ما بينهم، بس خلاص ما فيش مشكلة، مش بالكم بالكيف، كفاية لحد دلوقتي. ونشوف الكلام ده في المحاضرة الجاية. انا هسجل بس ما تخرجوش، هوقف التسجيل بس ما تخرجوش.